نبقى في واشنطن مشاهدينا، ومعنا نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن. أستاذ أهلا بك. التاريخ الشخصي وكذلك السياسي له أهمية في تشكيل صورة المرشحين وتأثيره على قرارات الناخبين. برأيك هل يؤثر السجل السياسي للمرشحين في الولايات المتحدة عن اختيار الناخبين في الانتخابات الرئاسية؟ نعم، وشكرا للدعوة الكريمة. الجميع ينظر إلى ترامب على أنه من خارج المؤسسة، out of the establishment. هو رجل أعمال له استثمارات في مجال السياحة وفي مجال الإسكان الفاخر، وقرر أن يدخل معترك السياسة ليجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. من الناحية الأخرى، المعارضين لترامب يرونه أنه رجل مغامر ومقامر، واتهم في جرائم أخلاقية وجنائية، وأيضا حاول أن يثير شغب ويعمل أو يقوم بأعمال وأفعال غير ديمقراطية من أجل تعبيره عن احتجاجه على نتائج الانتخابات في عام 2020. فالسيرة الذاتية لترامب واضحة كل الوضوح أمام الملايين الأمريكيين. النهاردة 3-5 نوفمبر، يتوقع أن حوالي على الأقل 100 مليون فرد يصوتون، ف 70 مليون تم 70 مليون صوت تم الإدلاء به أثناء الفترة الخاصة بالانتخابات المبكرة. لو الانتخابات 170 مليون فرد هذا العام، معناها زيادة حوالي 10 مليون عن مثيلتها في عام 2020 اللي كان شهدت حوالي 160 مليون ناخب. فهنشوف بقى ما هو الحكم على ترامب وما الحكم على هاريس، ونحن في الانتظار. نعم، يعني استطلاعات الرأي أستاذ نبيل تعطي التقدم للمرشحة الديمقراطية كمالا هاريس عن منافسها ترامب. هذه الأرقام تبقى مجرد أرقام حسب البعض، وهناك من يقول بأن الفارق ربما سيعود للمجمع الانتخابي تحديدا. وفي الحقيقة ترامب يعني في عام 2016 لما دخل ضد هيلاري كلينتون، الجميع كان يتوقع هزيمته، لكن هو نجح في نهاية المطاف. في أيضا عام 2020 كانت هناك بعض التنبؤات بأنه مثلا سيخسر ولاية بنسلفانيا ب5-7 نقاط، خسرها بأقل من 1%. فهناك نوع من التخوف عند إجراء استطلاعات الرأي أن يجيب الشخص بأنه يؤيد ترامب، نظرا لترامب في الإعلام الأمريكي شخص سيء السمعة. فقد تكون أيضا استطلاعات الرأي هذه المرة مخيبة لأمال الديمقراطيين، لأنها قد ترى أو قد تصفر عن فوز لترامب. بعض التقارير بتقول أنه متقدم حتى الآن في ولاية بنسلفانيا أو في ولاية أريزونا في بعض المقاطعات، وبالتالي هذا يزيد من فوز أو احتمال فوز ترامب بهاتان الولايتان المتأرجحان الذي يحتاجهما ليربح البيت الأبيض. نعم، برأيك أستاذ نبيل، ما هي العوامل الرئيسية التي قد تحدد فوز المرشح أو خسارته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ اقتناع الأمريكيين برسالته، يعني مثلا كمالا هاريس بتؤكد على الإجهاض وحق المرأة في هذا، لكن السيدات أيضا هم ربات بيوت وتولينا ميزانية بيوتهن، فبالتالي قد تكون رسالة هاريس غير مقنعة للجميع. هاريس تقول أنها ستدعم الطبقات الفقيرة والطبقة المتوسطة وتقدم الإسكان المدعوم والمجاني وغيره، كلها وعود طيبة، لكن هل ستنفذ؟ ترامب يقول أن الاقتصاد في حالة سيئة، الغلاء في الأسعار، التضخم، بالإضافة إلى ضرورة بناء حائط بين بلاد والمكسيك لحماية حدود أمريكا الجنوبية. فكلا المرشحان لهما ما هو مصدر قوة وما هو مصدر ضعف، لكن أنا أرجح فوز ترامب في نهاية المطاف. تتحدث عن مصدر قوة ومصدر ضعف سيد نبيل، هناك من يتحدث عن وجود فجوة بين توقعات الناخبين ووعود المرشحين للرئاسيات، هل هذا الأمر صحيح وكيف يمكن أن تؤثر هذه الفجوة إن وجدت على المشاركة الانتخابية؟ طبعا هي هتؤثر أكثر على الثقافة السياسية الأمريكية، أن الشعب الأمريكي يرى أن زعمائه لا ينفذون ما يوعدون به. بس لن أتهم كمالا هاريس ولن أتهم دونالد ترامب بعدم الوفاء بعودهم، لأن في الحقيقة كل مرشح للرئاسة وحتى من وصل إلى البيت الأبيض
قال وعود كثيرة لكنه لم يستطيع تنفيذها. فالقضية ليست قضية شعارات ترفع، القضية هي تنفيذ ما يقترح، وعادة ما يكون هناك فجوة واسعة بين الحملة الانتخابية وأسلوب إدارة الحكم في الولايات المتحدة. طيب بالنسبة للولايات المتأرجحة في البلاد، ما هي برأيك الاستراتيجيات التي اعتمدها كل مرشح لاستقطاب يعني أكبر عدد من الناخبين والتصويت لصالحه، وهل ستؤثر هذه الاستراتيجيات على النتائج الانتخابية؟ طبعا ده هناك نماذج عدة، لكن دعنا لو سمحتي نتخذ المثال عن الشرق الأوسط. ولاية ميشيغان بها حوالي 300 ألف عربي مسلم من تعداد حوالي 10 مليون نسمة، عدد اليهود مثلا 100 ألف. فبالتالي عندما يعلن العرب والمسلمون ومن يناصرهم بأنهم لم يصوتون في لجو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، ويعلنون عن أنفسهم بأنهم غير ملتزمون، ده معناه تهديد لكمالا هاريس. خسارة جو بايدن لمئة ألف صوت في الانتخابات التمهيدية قد تنعكس برقم حوالي مثلا ربع مليون أو 200 ألف صوت. فلو سحب العرب والمسلمون أصواتهم من تأييد كمالا هاريس بسبب حرب غزة، لضاعت على كمالا هاريس فرصة الوصول للبيت الأبيض، لأنها بسبب بسيط خسرت ولاية ميشيغان. نعم، يعني سواء فازت هاريس أو فاز منافسها ترامب، كيف يمكن أن تتغير صورة الولايات المتحدة على الساحة الدولية نتيجة للنتائج التي ستنتج عنها الانتخابات الرئاسية؟ يعني سواء فاز ترامب أو فازت هاريس. أولا، إعطاء الديمقراطية الأمريكية كنموذج طيب للعمل الديمقراطي، لا خلافات، لا مظاهرات، لا احتجاجات، لا أحكام قضائية تصدر بمن الفائز، بالإضافة إلى أن يوفي المرشحان بوعدهما. ترامب بيوعد بإنهاء الحرب الأهلية، إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأعتقد أنه حان الأوان لإنهاء الحرب في غزة. فلو صدرت تصريحات من الرئيس المنتخب عن حرب غزة وحرب أوكرانيا لكان هذا أمر طيب، وأمر يوعد يعني مسيرة طيبة للعلاقات الدولية بعد فترات الاضطراب اللي حدثت في سنوات بايدن. نعم، نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، شكرا لك على هذه المشاركة. شكرا.